اهلا اهلا عويج يا فندي. صباح الخير يا سعادة البيه. ايه اللي انت شايله ده؟ ده دوسيه يا فندم، ملف. ملف؟ وعامل كده ليه؟ هي الدولة مش حددت النسل؟ ظريفة قوي دي يا فندم، ربنا يسعد اوقات سيادتك. اوقات سيادتي مالكش دعوة بيها، فاهم؟ حاضر يا فندم. ايه حكاية الملف ده؟ حكاية مهمة قوي يا فندم. اموال كانت هتضيع على الشركة، اموال صرفت بدون وجه حق. عفارم عليك يا عويج يا فندي، عفارم. ايه بقى حكاية الاموال دي؟ من 18 سنة يا فندم، وبالتحديد في تاريخ 4/4 سنة 1950 صرفت الشركة للمقاول اللي بنى المكاتب الجديدة مبلغ 88,999 جنيه و444 مليم حسب العقد المبرم. عظيم. وبعدين اكتشفت انا ان في شباك اوضتي شنكل ناقص. ارسلت خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول للمقاول اللي بنى المبنى، فرد على الشركة بانه سلم المبنى حسب المواصفات، وبذلك يكون غير مسؤول عن الشنكل الناقص. عنده حق. صبرك بالله بس يا فندم، انا طلبت من اللجنة اللي استلمت المباني مراجعة كشوف الاستلام. وعملت ايه اللجنة؟ عملت لجنة. اللجنة عملت لجنة؟ ايوه يا فندم، لجنة فرعية. لجنة فرعية عشان ايه؟ عشان تشوف اذا كان فيه خروم مكان الشنكل، يبقى الشنكل كان راكب وفقد، واذا لم يكن هناك خروم فيبقى المقاول مركبش الشنكل. ولقوا الخروم؟ لا يا فندم، في الحقيقة اعضاء اللجنة اختلفوا. نصهم قال ان دي خروم الشنكل، ونص التاني اجمع على ان دي بيوت حرام الحلة. حرام الحلة؟ ايوه يا فندم. هنا في الشركة؟ ايوه يا فندم هنا في الشركة. ومسكتوا الحرامي؟ لا يا فندم، ده نمل اسمه حرام الحلة. المهم اللجنة الفرعية عملت ايه؟ عملت لجنة. رخرة. ايوه يا فندم، لجنة داخلية، وثبت لها بعد الفحص ان الخروم ليست خروم شنكل، وانما خدوش تكونت بمعرفة قطة. قطة؟ ايوه يا فندم قطة، وبذلك قد قام الدليل على ان المقاول لم يركب الشنكل. شنكل؟ قصدك شنكل. الشنكل يا فندم، الشنكل. وبذلك يكون قد تقاضى ثمن الشنكل وقدره 44 مليم بدون وجه حق. 44 مليم؟ ده اجرام. هو انا سبته؟ ارسلت له صورة من تقرير اللجنة الرئيسية، وصورة من تقرير اللجنة الفرعية، وصورة من تقرير اللجنة الداخلية، وطالبناها رسميا بخطاب مسجل مستعجل موصى عليه بعلم الوصول بتركيب الشنكل او توريد ثمنه لخزينة الشركة. اللي هما ال44 مليم؟ ايوه يا فندم ال44 مليم. ودفعهم؟ لا، رفض. اخص. وبعدين؟ ما سبتوش، بعت له خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول انبه عليه يا الدفع يا يركب الشنكل. ما ردش. ما سبتوش، بعت له انذار على يد محضر. ما ردش. لا، رد وقال مش دافع. ما سبتوش، كتبت مذكره لقلم قضايا الشركه برفع الدعوه على المقاول، واتاجلت القضيه 14 مره لغايه سنه 1961. ها وبعدين؟ المقاول وضع تحت الحراسه. عالي، يبقى اتحلت. لا يا فندم، طالبنا الحارس رفض الدفع. ما سبتوش؟ لا، سبته ورجعت طالبت المقاول. والمقاول يدفع منين ما دام تحت الحراسه؟ ما شاء الله يا فندم على ذكاء سيادتك، هو رد علينا كده بالظبط. سبته وطالبت الحارس. الحارس رد علينا وقال ان دي مسؤولية اللجنة اللي استلمت المباني. طالبت اللجنة؟ طبعا طبعا. رئيس اللجنة قال ان دي مسؤولية اللجنة الفرعية بتاعت حرم الحلة هي بعينها. اتضح ان رئيس اللجنة انتدب للعمل في الكويت. ما سبتوش، بعتنا للكويت عشان نحصل منه المبلغ المذكور، مبلغ ال 44 مليم. تمام يا فندم. رد رئيس اللجنة الفرعية وقال ان هو مش مسؤول، والمسؤول رئيس اللجنة الداخلية بتاعت القطة. تمام يا فندم، بعتناله لقيناه اتنقل استراليا. لا يا فندم، لقيناه اتنقل للدار الاخرة، توفي الى رحمة الله. ما سبتوش؟ لا يا فندم، سبته. ومسكت في القطة؟ لا يا فندم، مسكنا في الورثة. طالبت الورثة كمان؟ امال يا فندم، احنا بنلعب. ردهم وقالوا ان المرحوم كان مبذر ومسرف ومتلاف وسفيه، وما ساب لهمش غير الديون. طالبته الديانة. في الحقيقة يا فندم. حقيقة ايه؟ انتوا سبتوا حد ما طالبتهوش؟ ده انتوا ناقص تطالبوا الجيران. والله يا فندم انا جاي اعرض على ستك الموضوع لاخذ الرأي،
فاذا امرت سيادتك بان احنا نطالب الجيران نطالبه ما فيهاش حاجه. قول لي يا عويجه فندي. نعم يا فندم. الدوسيه ده فيه كام مكاتبه؟ كتير يا فندم، حوالي 1000 مكاتبه. 1000 مكاتبه، وكل مكاتبه عليها كام امضه؟ في المتوسط 6 امضاءات يا فندم، يعني حوالي 6000 امضه. 6000 امضه، وكل مكاتبه خدت لها ساعتين شغل؟ قول 3 يا فندم. 3، يبقى 3000 ساعة. ومتوسط ساعات العمل في اليوم 6 ساعات، يعني 500 يوم. شفت يا فندم بنتعب قد ايه؟ 1000 مكاتبة يا عويجة فندي في 6000 امضة ب 500 يوم عمل علشان تحصل 44 مليون. امال يا فندم، اموال الشركة دي امانة في عنقي، ما اقدرش افرط فيها. اللوائح كده، القانون بيقول كده. اسمع يا عويجة فندي. نعم يا فندم. القانون اللي يقول انك تصرف 400 جنيه علشان تحصل 44 مليون، ده قانون حمار. ما هم ما عملتش كده يا فندم، ابقى مهمل، ابقى مقصر، لازم اخد جزء. ما كانش ممكن يا اخي انك توفر الجهد ده كله على الشركة وتركب انت الشنكل؟ تركيب الشنكل ده يا فندم عمل معماري، يلزمه مقايسة ومقصة ولجان للمظاريف. طيب 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 طيب، ما كانش ممكن انك تصرف انت ال 44 مليون وتوفر ال 400 جنيه على الشركة؟ واسيب المغتصب ينعم في 44 مليون بدون وجع حق؟ العدالة لازم تاخد مجراها. العدالة لازم تاخد مجراها، ونعم المدير الكفء، ونعم الموظف النزيه. يا عويج، هما سموك عويجة ليه؟ عشان راجل عدل، راجل دغري اهو. طب اسمع بقى يا راجل يا عدل يا راجل يا دغري. نعم يا فندم. عايزك تعمل لي كشف باسماء كل من وضع امضاه الكريمه في الورق ده، واسم سيادتك على راسهم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا ما يحرمنيش من عطفك ابدا. وتخصم لي منهم 400 جنيه، 200 عليك و200 عليهم بالتساوي. قصدك ال 44 مليم يا فندم؟ 400 جنيه، انا بتكلم عربي. امر سيادتك يا فندم. وده ايه ده كمان؟ الشنكل ده ماله صغير كده ليه؟ لا ده مش شنكل يا فندم، دي استمارة صرف. 294,000 و582 جنيه و2 مليون لأمر السيد تيسير عبد الغني، تمن خامات وردها لل خدت فيها كام دي يا عدل يا دغري؟ خدت فيها كام يعني يا فندم؟ يعني فلوس. فلوس؟ فلوس. مش عارف فلوس يعني ايه؟ يا فندم ما يصحش كده، انا مش بتاع كده ابدا، انا راجل زي السيف. قصدك زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. يا فندم ما يصحش، ده انا بقالي في الشركه 25 سنه. 25 سنه غش، 25 سنه خداع، 25 سنه سرقه. انت لسه بتدور عليه؟ امشي اطلع بره. حاضر حاضر. اسمع، تعال